اكتر من اللي انت حاسه. انت عارف ايه اللي انا جاي اقوله لك، بس انا برضو هقوله لك يا زكريا. ما ينفعش تسيبه وتفضل قاعد هنا، ما ينفعش، ما ينفعش يشوفه في عينك اي حزن او كسر. انا دايما كنت بسمع طنط جيهان وهي بتتكلم عن عم زين وقد ايه هو كان بيتغلب على حزنه وكسرته. انا مش زين العطار. انت زكريا العطار الكبير. انزل يا زكريا، انزل، خليهم ياخدوا قوتهم منك. مرارتي كهن بنات متجلعة. شيخ اتقل الله، أبوها لسه ميت قدام عينيها. في يا عبد قادر اللي مات ده أخوي وكلنا زعلانين عليه. مش باين. وعايزه يبان كيف؟ أبينه لك إزاي يا عبد قادر؟ عمال أصوت والته من الصبح، عايز إيه؟ أشق لك خلاجاتي؟ لا مش لازم يا زينب، بس بطل الكلام على الرايح والجاي. هو ده كلام يا أخوي؟ لسه وقت الكلام الصح ما جاش. ويا ريت ما يجيش أصلا. لا ده يجي ويجي ويجي. زين أخوك مات قبل وقته بساعة، والعيلة دي كلها هتشيل الطين وتدفع الثمن. استغفر الله العظيم، انت هتكفري ولا ايه؟ العمار بيد الله. بقول لك ايه؟ مالك انت ومالنا؟ ايش دخلك فينا اصلا؟ اسكت. انا ماشي يا اخويا. سايب المكان خالص. احسن. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اختي ويا شيخ زي قلتك بلانيله. الكلام اللي بتقوليها زينب هيهد العيله اللي اخوكي قاعد يبني فيها سنين طويله. وماله تتهد وتتبنى تاني؟ بيوت الطين اللي في بلدنا يا صبري اتهدت واتبنت بالسمنت والطوب الاحمر، وكفايانا بقى شيل طين لحد كده. تسلم ايدك يا تيكا، من قد من اعدام اخويا. قد من اعدام ايه؟ ده عربون طالعه جديده في الزمالك. بس بتقال الدنيا هناك سفارات ولبش. يا لبش اه، بس عسل. الطلعه دي لو قضيت على خير هناخد على حسها اجازه اسبوع ونعيش مرتاحين. ربك يكرم، احنا نكره. واحنا معاك في اي حته تيكا باشا. ربنا يرضيك اخويا. ازيكم يا رجاله؟ كله تمام يا ريس. عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضل. هاي الدنيا. هاي الدنيا. 10 على 10 يا ريس، كله زي الفل، بس انت المجايه دي كده شكلها وراها حاجه جديده حلوه. مصلحه حلوه، واحلى من اللي فاتت كمان. لو اتعملت صح تحطوك في حته ثانيه، تشتغلوا شغل على كبير.
ابوس راسك يا بس كبير. يا ابني انت انا ما بتكلمش معاك برضه. بس اطلع مسح الست اللي فوق وانزل لكم. حضر لي حجرين بس تقال. احلى حجرين للكينج. انا خمسه وراجع ما حدش يمشي. خد راحتك يا ريس. سلام يا كبير. سلم لي على الحاجه كوماندوس. بس يا ازيك يا سليم؟ ازيك يا جيهان؟ كنت بدور عليك. أنا هنا من ساعة ما رجعنا. العيلة بقت أمانة في رقبتك، ولازم تحافظ على اللي أنت وزين عملته مع بعض. أنا عارف إنه الطبيعي إن أقول لك ما تخافيش وإن مفيش حاجة هتحصل، بس للأسف لا، لازم تخافي يا جيهان. اللي عملناه أنا وزين ألف من عايز يهده من القريب للبعيد. الشيء الوحيد اللي يطمنك إن أنا وولادك حنوقف مع بعض، ومحدش هيقدر يعاوب ناحية بيت زين العطار إلا على جثثنا. مالك يا سليم؟ أنا أول مرة أشوفك كده. حاسس إن ظهري اتعرق يا جيهان، خايف ما قابلوش تاني. كان دايما يقولي لو مت هنتقابل في الجنة، وأنا بصراحة مش ضامن أدخل الجنة. الله يرحمك يا زين. أنا موجود لو احتجتي أي حاجة، احنا طول عمرنا اخوات. هروح اطمن على فارس. هو عامل ايه دلوقتي؟ ادعي له. هاشم الذهبي حايز بقنا وهنخسر كتير. هو انتوا مش مع بعض يا باشا ولا ايه؟ لا، بعد ما نزل العطار كلمه مع بعض دي مبقتش موجوده. احنا كنا مع بعض عشان نعمل سد قصاد زين العطار. دلوقتي كله دخل السبق عشان يعرف مين هيركب مكانه، وانا مش ممكن اسيب هاشم يسبقني. طب ما تحطني على التراك يا باشا. عايزين نعرف الناس اللي فوق عايزين مين مكان زين. طب ودي هنعرفها ازاي؟ لا دي تسيبها لنا بقى. المهم دلوقتي عيلته عايزين نخلص عليها خالص، ما يبقى لهاش قومه تاني خالص. يا باشا انا بقيت كارت خسران الله اكرم خلاص، مش هيسمع كلامي في اي حاجه تاني بعد الموضوع اللي وقعنا فيه زين العطار. يعني ايه؟ يعني يا باشا رجع لي الشغل، انا دلوقتي عاجز قليل الحيله، وانت بكلمه منك على حبايبك ترجعني الشغل تاني. صعب الكلام دلوقتي، بس نشوف الايام الجايه هتعمل ايه. اوعدك اني هحاول، وانت كمان مايل على ابوك، انا وهو نقدر نظبط. اللي جاي صعب. هنعمل ايه يا عم؟ مفيش حاجه هتتغير يا زكريا، العملية هتتم في ميعادها. أنا اتصلت بالراجل وقلت له إننا جاهزين. مين هيستلم؟ أنا اللي هستلم، عشان لو في خطر أنا أشيله. أدي أنت شفت الناس كانوا مقلقين إزاي من غير زين. أنا هروح أستلم وأنت هتسبقنا على المخازن تأمنها. أنت شايفه؟ مش معنى كلامي ده يا زكريا إنك قليل، بالعكس انت لو قليل ما كانش الله يرحمه اختارك عشان تشيل الحمل من بعده. بعدين يا ابني انا عايز أأمنك علشان اللي جاي. وديك شفت عملية اتلخبطت حوالينا فجأة في الوقت اللي لازم نحافظ فيه على وضعنا ويبان اننا جامدين، واحنا جامدين، مش كده يا زكريا؟ كده عم كده. الناس لو حست اننا مهزوزين هنبقى زي العجل لما يقع، بتكتر السكاكين حواليه. وبعدين انت سيدي العارفين تأمين المخازن مهمة مش سهلة، وخصوصا يا وحش انه هيبقى مطلوب منك المرة دي انك تأمن الطريق قبل المخازن بتلاتة كيلو على الأقل. مش عايزين غلطة واحدة يا زكريا، العملية دي بالذات الكل مستني لها غلطة.
حاضر يا عم. حاضر. والله زمان يا نون، مع ان زمان ما عدناش القعده دي، صح ولا ايه؟ بصراحه بقى انا ماليش نفسي اقعد معاك، لولا الشوق الله يجازيها هي اللي ضغطت عليا عشان اقعد معاك. وحشتينا يا بت، نفسي نرجع زي زمان. زي ما انا متاكد ان انت وحشتيني، متاكد ان انا كمان وحشتك، مش كده؟ لا مش كده. بصراحه بقى انا مش قادره انسى الايام الزباله اللي انا عشتها معاك، وكل ما ابص في المرايه ما افتكرش غير بايدك معلمه على وشي. اتغيرت وغلاوتك عندي اتغيرت. انت ايه؟ مش واخده بالك ولا ايه؟ لا واخده بالي، ما هي النظافه ابتدت تبان عليك، بس انت مش هتعرف تغير اللي جوايا. بقى انت مش شايفه كويس. بالعكس انا شايفه كويس قوي. اخلص قولي عايز ايه. عايزك. بص يا نونا، انا لغايه دلوقتي شاري، انما ما اظنش ان انت تحبي حاجه تانية غير كده. وانا اشتريت نفسي ومش ناوي ان انا ابيعها. لو عرفت تضحك بعقل شروق مش هتعرف تضحك عليا. انا اللي اتجوزتك وانا اللي حبيتك وعارفه انك زباله، وانا قاعده معاك القعده دي عشان نخلص الموضوع ده ونسك عليه، وربنا يعوض عليا على الايام اللي انا شفتها معاك بقى. براحتك يا نونا، انا اتغيرت انما الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش فيا انت عارفاها كويس قوي، ما ينفعش يبقى نفسي في حاجه وما اخدهاش، مش كده ولا ايه؟ كده. تحب تدفع الحساب ولا حاسب زي كل مره؟ عمره والمكتوب مكتوب. انت اللي هتبقى مكان ابوك. لازم تبقى عارف ان العيله دي كلها هتبقى في رقبتك. اكتم حزنك وقف على رجليك. زكريا ابن زين العطار. كان نفسي تكون انت اللي موته عشان اشفي غليلي عشان ارتاح. اهو مات ياما، امر ربنا وتم خلاص. وناوي على ايه يا ابن هناء؟ اتفقت انا وعم هاشم على شويه حاجات كده، واحده واحده هنشوف هنعمل ايه. انا عاوز اعيش في القصر. قصر؟ قصر ايه يا هناء؟ قصر العطار مع ابني اللي هو انت، ولا هما اللي عايشين هناك احسن مني؟ احنا عايزين حقنا وبس ياما، مش هنطمع في اكتر من كده. انا هاخد حقي وتعويض عن السنين اللي فاتت كلها، بيك او من غيرك. خلص الكلام يا يحيى. ايه الوضع دلوقتي يا دكتور؟ طمني. هو في غيبوبة، والله أعلم هيفوق منها ولا لأ، بس الحمد لله احنا طلعنا الرصاصتين واللي جاي في إيد ربنا. ونعم بالله. ادعي له. عن إذنك. اتفضل يا دكتور. شكرا. اوعاك يا واد يا فارس تعملها. مش هيبقى اخويا وابني في يوم واحد. لا، اخويا وابني ده ايه؟ ده اخويا وابني وابن عمي. الا هو ليه يا فارس الموت متشطر علينا قوي اليومين دول؟ حزني على زي النار بتحرق قلبي، مش طايق الهدوم اللي عليا، نار عماله تحرق. وجع الفراق اصله وحش قوي يا فارس. اوعاك تعملها انت كمان يا ابني. قوم قوم يا فارس وفوق كده واملى الدنيا بضحكتك. ده انت لسه بدري عليك قوي. طب والله العظيم لو مت لك قوم وريك. وانت عارفني لما بعند بجلب صعيدي، دماغي بتكفل وما بشوفش قصادي حتى لو كان الموت نفسه. ألا انت سمعني يا فارس ولا لا؟
سامعني ها؟ أنا بخرف. لا، أنت سامعني يا فارس، صح؟ قوم بقى يا ابني، قوم يا فارس، فوق يا حبيب الله لا يسيئك. شيخ سلامة، شيخ سلامة أنا عزيز. طب بالله عليك يا أبويا افتح بس اطمن عليك واقفل تاني. شيخ سلامة.